موزة من قطر تسأل تقول يعني ما معنى لا يرد الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. موزة بارك الله فيك، أولا هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليست مقولة وإنما حديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، يعني لا يرد المقضي إلا الدعاء. الأمر الثاني، الدعاء من جملة الأسباب التي يعني يأتي بها المسلم من الأسباب المشروعة ولله الحمد والمنة. ولذلك الله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال جل وعلا: يدعون ربهم خوفا وطمعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. هذا هو الصحيح الثابت. ولفظ الدعاء مخ العبادة ضعيف من جهة الإسناد في السنن. الأمر الآخر، هذا لا يعني بأن الإنسان لا يبذل، عفوا، هذا يعني بأن الإنسان يبذل السبب. ولذلك إذا قدر الله شيء على الإنسان ثم دعا الله، دعا العبد ربه جل وعلا فدفع هذا الشيء، يكون هذا من جملة الأسباب، وهو لا يخالف ما في سابق القدر، ما لا يخالف ما في سابق القدر. ولذلك الإنسان الآن إذا مر تناول دواء، الدواء هذا قد ينفع وقد لا ينفع، فإذا نفع فهذا مما كتبه الله في سابق القدر، وإذا لم ينفع هذا مما كتبه الله عز وجل. كذلك الإنسان يدعو الله، الله مثلا يدعو الله أن الله عز وجل يبعد عن الشر والبلاء، فقد يدفع الله عز وجل عنه من الشر بسبب هذا الدعاء، لأن الدعاء سبب إذا توفرت شروط القبول وانتفت الموانع. بارك